معاكم اول فقره في برنامجنا، وانا سعيده جدا ان النهارده هنتكلم عن بدع الستات، بس هنبتدي نحلل كل بدعه بنعملها علشان نشوف ايه الحاجات اللي بنعملها غلط وايه الحاجات اللي ممكن تفيدنا فعلا. هتكون معايا ضيفتي العزيزه ياسمين الدهشان، خبيره العلاج بالطاقه. لو انا اتحسدت مره اخلص من الفكره دي ازاي؟ اولا انت ممكن يعني تستعيذي من الشيطان يعني، وتستعيني بربنا، دي اول حاجه. تمام، دي من اهم الحاجات اللي بتبقى حلوه قوي كدرع للحسد. تاني حاجه، لو انت مثلا خلاص عارفه ان الشخص ده طاقته مش حلوه او بيبعت طاقات حسد او حاجه، لو هتقابليه انت لازم تبقي ناويه ان انت مش هتتاثري بطاقته ولا طاقه اي حد تاني، ولا طاقه اي حد. النيه في حاجه اسمها توكيدات. التوكيدات دي اللي هي انت بتظبطي هي الطاقه عباره عن ايه. الطاقه دي ذبذبات كهرومغناطيسيه. تمام، اي فكر بتفكري فيه طاقه يعني سلبي او ايجابي بيبقى ليه الطاقه بتاعته. اوكي، فاحنا هنبتدي نظبط السبكونشس اللي هو العقل الباطن، ان احنا ما نتاثرش بطاقات الحد. فبالتالي انت خلقتي فكره ان انت طاقتك منفصله عن الناس، فبالتالي الطاقه بتاعتك بالتالي مش هتتاثر بطاقه الغير. طيب يعني انا من جوايا مثلا اقول لنفسي ايه او اعمل ايه؟ قولي انا طاقتي منفصل عن الجميع. انا طاقتي منفصل عن الجميع. اه، وهالتي منفصل عن هالة الاخرين. ايه بقى هي الهالة؟ الهالة هي مجال كهرومغناطيسي حواليكي، هي دي طاقة الإنسان. أوكي. تمام؟ هي احنا في مجال الطاقة بنسميه بوابة الصحة. ان الهالة دي كل ما تبقى صحية كل ما انت بتبقي صحية اكتر وما يجيلكيش امراض والكلام ده. ان كيس ان الهالة دي فيها طاقات سلبية كتير، سواء بتيجي من افكارك او من المحيط اللي حواليكي، فبالتالي بيبتدي يحصل فيها شكوك، فبالتالي بيدخل الطاقة السلبية بتأثر على تبتدي تأثر على جسمك. لا ده كبير قوي. طب انا كل يوم اتاكد ازاي ان هالتي يعني صحية او فيها ايجابيات؟ في حاجات ممكن من افكارك، لان زي ما بقولك الطاقة بتتبع الفكر، فانت لازم فكرك يبقى ايجابي، لازم تبقي متفائلة. لو تلاحظي الناس اللي متفائله بتبقى هيلثي، بتبقى تحسيها طاقه فعلا. كده غير واحد متشائم، تلاقي ان على طول المشاكل بتحصل للمتشائم عشان هو خلاص هو شايف كل حاجه سلبيه. تمام، فانت لازم اوريدي فكرك يبقى ايجابي. في حاجات بسيطة ممكن نعملها، ممكن أبقى أقولها لكم، إن أنت إزاي تخلي على طول طاقتك إيجابية وتبقى صحية، يعني الطاقة بتاعتك تبقى نظيفة ومتتأثريش بالطاقات السلبية اللي حواليك.